متأهبة تعيش تحت طوارئ الأمومة ومقتضيات العمل، أم برتبة جنرال، منضبطة مسؤولة وشجاعة، أبناؤها موعودون بحنانها وهي وفية لهم بوعدها، في الوظيفة مطالبة بواجباتها وهي مستعدة دائما عند الطلب، تخترع الحلول وتطوع الأحداث، غير أن الظروف تصبح أحياناً عنيدة فتعبث بمخططاتها وتعيد ترتيب مهامها، بل وربما تجعلها كلها في مكان واحد من البيت. الأمومة والعمل في ظرف طارئ، أتناولها معكم أنا آمنة العمدوني من بيتنا، فأهلاً بكم. مهام الوظيفة عن يمينها والتزامات أطفالها عن يسارها، أما عالمها فقد تقلص إلى بيت من غرف معدودة، هو وضع استثنائي بحاجة إلى امرأة استثنائية وأم محترفة تضع الأمور في نصابها وتنقب لكل مشكلة عن حل متاح، فلكل أزمة مخرج ولكل باب مفتاح. طيب رح اقسم نصين، لا خلص، لك حمودة، لك ركبة، كبوا المي. بين الأمومة والعمل من المنزل خاصة، صراع مستمر يرافق المرأة العاملة، حيث يصعب على الكثير من الأمهات الموازنة بين الأمرين، ورغم أن الأب يتحمل جزءا من المسؤولية، إلا أن مهمة الأم أمام الالتزام بالمهنة وتربية الأبناء تبدو مرهقة لكنها غير مستحيلة. فكيف يمكن للأم العاملة أن توازن بين تربية الأبناء والعمل والتوفيق بين المهام المنزلية ورعاية الأسرة وتحقيق الذات، وأسئلة عديدة أخرى نبحث لها عن إجابات مع ضيفتي الكريمتين، غزة البغدادي مؤسسة مشروع علمتني كنز من لندن، ونورة نحاس استشارية أسرية من إسطنبول. أهلا بكما، وأبدأ معك غزل. غزل، لديك طفلة، كيف يبدو شعورك بين الأمومة والعمل من البيت خاصة؟ الحقيقة حتى ما هيك ندخل بالمجاملات، الموضوع مرهق أكيد، الموضوع صعب لأنه بتختلط حياة العمل بالحياة الأسرية. يعني المرأة العاملة بمكتب هي بتعرف أنه راحت على المكتب فهنيك مكان العمل، العمل بالبيت ما في الحدود، خاصة بحالتي عمل خاص فهو أصلاً صعب تحطي حدود للعمل الخاص لأنه أنت صاحبة هذا العمل. فالموضوع مرهق ومتعب أكيد، لكن أكيد الموضوع ليس المهمة المستحيلة اللي نحن ما عنا القدرة على التوفيق أو التوازن بين كل احتياجاتها. فالأكيد أنه أنا تعبانة بمواقف معينة مثل كل الأمهات، لكن الحمد لله قادرة بشوية خطوات بسيطة أني وفق بين بنتي وعملي وحاول أني ما أصر على الطرفين. أستاذة نورة، قد يصعب على كثير من الأمهات الموازنة بين الأسرة والعمل، حيث يجدن أنفسهن بين الالتزام بالعمل من جهة ورعاية الأبناء من جهة أخرى، كيف يمكن التوفيق بين الاثنين وفق تقديرك؟ طبعا أول شيء أنا رح أحكي كأم، بعدين رح أحكي كخبيرة اجتماعية. كأم أنا كنت عاملة، طبعا كان الخلطة السحرية للتوفيق ما بين الاثنين هو تنظيم الوقت. بعد الخبرة وبعد دخول عالم الاستشارات وبعد دراسة التربية كدراسة، وجدت فعلا الموضوع عملي، يعني مو بس أنا اللي حكيت الموضوع واشتغلت عليه وربيت أولادي على هذا الشيء. طبعا صاروا أولادي الآن 31 سنة و21 سنة، وعندي صغيرة عمرها 13 سنة، فالفرق العمري بين الأولاد عطاني خبرة كتير كبيرة
انه بالفعل هو الخلطة السحرية للنجاح كسيدة بشكل عام وكعاملة بشكل خاص هو تنظيم الوقت. يعني تعرفي شو اولوياتك بيومك، بحيث انه ابدا اليوم واحد لازم كذا، اثنين لازم كذا، ثلاثة لازم كذا، خاصة اذا كان العمل خارج المنزل. مثل ما حكيت غزل، اذا كان العمل بالبيت راح يصير التحدي اكبر، لانه حينطرق باب الموبايل كل شوي وحيرنوا اشعارات والى اخره. التحدي الان، فهمانتني غزل مو هيك؟ فالتحدي الان انه تغلقي الانترنت بالوقت اللي انت بتختاري وتفتحيه بالوقت اللي انت بتختاري. ابدا انا مالي ملك الجميع ولست بشاعا للجميع، انا الي وقتي والي خصوصيتي، يجب ان يحترم الاخرين خصوصيتي كما احترم وقوتهم وبستشيروني وبعطيهم اجوبتهم. فانا لست متاحه 24 ساعه، الي اوقات محدده من الساعه كذا الى الساعه كذا، فاربط وقتي وترتيب اولوياتي على حسب هذا العيار. نعم، دعينا نسمع من غزل. غزل، كيف تنظمين وقتك واولوياتك؟ هلأ مثل ما قالت نورة، الحقيقة هو تنظيم الوقت فعلا خلطة سحرية. هلأ منظم الوقت بالأيام، يعني أنا مثلا الاثنين بعرف أنه بشتغل فقط 3 ساعات وباقي النهار مع كنز. أنا مثلا مثل اليوم الأربعاء، لا أنا يوم كامل تام من العمل، يعني من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء أنا خلص عمل تام. بحاول دائما بخلال ترتيب الأولويات أنه شوف أنا اليوم، يعني وقت اللي توقفت الروضة، أنا وقفت وقت الكورونا، بدأ الصراع الكورونا خليني أقول، وقفت الروضة وأنا ما بقدر أوقف شغلي، أنا صاحبة عمل خاص وهذا مصدر دخلي وحتى ما فيني يعني لازم استمر. فكان التحدي الكبير أنه بدي أشتغل وبنتي موجودة. وفعلا قضينا الشهر الأول من الحجر، كان هو أكثر شهر مرهق بحياتي، لأنه ما فيني أوقف الشغل وبالنهاية ما في مين يدير باله على بنتي غيره، وروضات ما عاد فيه. بالشهر الثاني صار الموضوع مرن أكثر، فرتبت الأولوية أنه لا، أنا بحاجة مربية تجي تساعدني على الأقل مرتين بالأسبوع، اللي هن كانوا اليومين اللي تروح فيهم بنتي على الروضة. فضبطت الأولوية أنه لا، معناتها أنا بهدول اليومين اللي بتكون عندي المربية أنا بكون تماماً فول تايم من 10 للـ5 شغل. باقي الأيام عنا يوم كامل أنا وكنز شغل البيت مثلاً. أنا ما بساوي البيت بقلب الأسبوع، بساوي مرة واحدة بالأسبوع خلاص، هيك من الصبح بعرف حالي أنه أنا اليوم بدي ساوي البيت مثلاً. بفيق الصبح بعرف أنا من 1، 2، 3، 4 عندي هدول اليوم. الطبخ مثلاً، أنا ما بطبخ كل يوم، بطبخ أوقات 3 مرات بس بالأسبوع، الطبخة بتقعد عندي يومين. حتى الغسيل أنا محددت له وقت، لأنه إذا كل يوم بدك تحطي غسيل وكل يوم بدك تنشري، هذا كمان هي صحيح قد تبدو دقائق قليلة، بس هي الدقائق بتصنع ساعات بالنهاية. طيب أستاذة نور، أين يكمن دور الزوج هنا ومدى إدراكه لمسؤولياته؟ خلينا نقول أنه نقسم الأزواج ما بين زوج سابق من العصر السابق القديم، وما بين زوج حضاري بلش الآن يفتح عقله ويكون منفتح للدنيا. تغيرت كتير كتير المعايير. فالزوج القديم خلينا نسميه من عمر 50s-60s صار صعب كتير تقلي له والله تعال ساعدني، شو أنا مالي زلمة؟ فبيحس أنه انتقاص من رجولته مع الأسف، مع أنه هذا ليس موجودا لا في السنة ولا في الكتاب ولا في الأعراف ولا باليونيسيف ولا شو بدك. الأصل أن يساعد الرجل زوجته هذا أصلا، لكن أنا متكلم على الأسلوب لحتى نجلبه. الرجل الحديث الآن المعاصر اللي عايش معنا هاي عصر التكنولوجيا والانفتاح والكون كله قرية صغيرة، نستطيع التعامل معه بليونة أكثر وبسهولة أكثر، لأنه صار في عنده مرجعيات غير مرجعيات الرجل من الزمن الماضي، زمن الإسكي يعني. فلما بتجي هذا الرجل المعاصر تحكي معه بأسلوب اللطف مثل ما قلت، وبتحاكيه من أسلوب التحبب، وإنه نحن شركاء ونحن أحبة وبساعدك وبتساعدني ونحن أصدقاء ولازم يكون إيد وحدة وإلى آخره، أكيد ما حيترك هالحب هذا كله ويدير ظهره ويمشي. فهذا أقرب إذا استطعتي أن توصلي لمفتاحه. طبعا كل رجل له مفتاح، يعني أنا أرى أنه زوجات كتير بيروحوا بيجيبوا تجارب بيطبقوها على آخرين، لا ما بيصير. زوجك هو إلك وهو معك وحدك، ما بتستطيع تجيب تجارب الآخرين وتطبقيها عليك. فلذلك تعي من مفتاحه هو، شو هو الشيء بيعجبه وبيحبه، ادخلي من هذا الباب وحتلاقي أنه حيساعدك إن شاء الله. وأتوقع الرجل الشرقي رح يفهم هذا الموضوع غالبا، لأنه عاصر التكنولوجيا وعاصر الانفتاح العالمي اللي حصلنا عليه هذه الأيام. نعم غزل، كيف تهتمين بنفسك دون الشعور بالتقصير تجاه ابنتك؟ الحقيقة التقصير هو أنا بسميه مثلث برمودا، اللي نحن الأمهات دائماً بنسقط فيه الحقيقة قد ما حاولنا أنه نجابه. مع الوقت بتصير الأم مثل بتتأقلم. هلأ بداية نحن أول ما بتكون الأم عاملة دائماً فوراً، طالما هي عاملة فهي عندها شعور بتأنيب الضمير. فأول نقطة اشتغلت كتير عليها أنه لا، أنا بالعكس عاملة، هذا لا ينقص من أمومتي من شيء. لأنه نقطة كتير مهمة، القضاء وقت مع الطفل بالنوع لا بالكم.
يعني قد أقضي مع طفلتي 12 ساعة كاملين لكن ما يكون في منهم غير ساعة واحدة فعالة، وقد أقضي مع بنتي نص ساعة فعالة توازي اليوم بشكل كامل. ففكرة أني أم عاملة بالعكس هي تزيد من خليني أقول نقاطي عن بنتي، أنه هي يوما ما حتكون فخورة فيني، حتكون أنا مثال لإلها أني قدرت أوفق بكل هاي المسؤوليات مع بعضها، وأنه أنا بالنهاية بعرف حالي عندي ساعتين المساء مثلا تحضير العشاء، التناول العشاء مع كنز، وحتى ساعة الجلوس بالسرير، هدول خلص بالنسبة لي وقت نوعي كافي عن النهار كله، وحتى لكنز عم بيكونوا كافيين. اسمحي لي أستاذة نورة، أريد أن أختم معك. إذن هنا أساس النجاح هو التوازن، كيف يكون ذلك؟ ما هي الخلطة السحرية أو المعادلة السحرية إن صح التعبير؟ الخلطة السحرية هي أولاً التوازن، ثانياً معرفة الأولويات اليومية، ثالثاً لا تنسي نفسك. مهما كنت محبة لأسرتك وعيلتك وأولادك وزوجك وكل أقربائك وأصدقائك، لك حصة يومية لازم توفي نفسك حقها، سواء كان بطلع مشوار صغير، سواء كان تقعدي بخلوة مع حالك، سواء تعملي تمارين رياضية، تحفظي قرآن، تسمعي ميوزك، اللي بدك إياه. خدي بريك بين الحين والآخر لحتى تبقي متوازنة ومشعة وقابلة للعطاء قدر الإمكان. نعم، شكرا جزيلا لكما غزة البغدادي مؤسسة مشروع علمتني كنز، كنت معنا من لندن، ونورة نحاس استشارية أسرية كنت معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا لكما. وتبقى المرأة عنصرا فعالا ومؤثرا في المجتمع، سواء كانت ربة بيت أو عاملة، ونبعث بتحية كبيرة إلى كل الأمهات. حلقتنا متواصلة، ابقوا معنا. للطفل مستحقاته ولوالدته العاملة انشغالاتها وسط الدراسة والعمل عن بعد، ومهما تراكمت الأولويات تبقى تربية الأبناء في صدارتها، والجمع بين الأمرين يحتاج إلى أساليب ذكية تعطي نتائج أكبر بجهد أقل وتمنح العناية اللازمة والاهتمام المطلوب وسط الانشغال ورغم الأعمال. في الوقت الذي يفتخر فيه أبناء كثيرون بأمهاتهم العاملات لما لهن من فاعلية وقيمة مجتمعية، يعاني آخرون من غياب أمهاتهم وقضاء وقت قصير معهن في البيت وصعوبات أخرى جراء العمل والدراسة عن بعد، ليصبحوا بين حاضنات الأطفال ومربيات المنزل بعيدا عن حنان الأم. فكيف يمكن تلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية للأبناء في ظل العمل والدراسة عن بعد؟ وما تأثير عمل الأم على بناء شخصية أبنائها ونفسيتهم؟ هذا ما سنعرفه مع ضيفتي الكريمتين نورمان بيتار معالجة نفسية من بيروت، ونور المصري أخصائية تربية إيجابية من عمان. أهلا بكما، وأبدأ معك نورمان. ما تأثير عمل المرأة على بناء شخصية أبنائها ونفسيتهم؟ الأسرة عموما والأم خصوصا هي، إذا بدنا نعتبر، هي العالم الأول اللي بيربى فيه الطفل، واللي مسؤول عن إعداد وتربية الأبناء، واللي بيطبع بالولد طابع خاص بيرافقه طيلة حياته من خلال التنشئة النفسية والاجتماعية، فضلا عن قيم الأخلاقية والسلوك المكتسب بدءا من مراحل الطفولة وصولا لإعداده كراشد يتمتع بمسؤولية وشخصية استقلالية بتكون مفيدة بالمجتمع.
طبعاً هذا السيناريو هو مركب وليس بالسهل على كافة الأمهات، تحديداً على الأمهات العاملات يعني، فالوضع منه سهل أبداً. بأثر غياب الأم؟ أكيد بأثر، إنما التأثير ممكن يكون واضح وسلبي فيما لو الأم لم تحسن إدارة مسألة التعويض العاطفي اللي ممكن يسبب غيابها في عند الولد، لأنه العاطفة والحنان هن من المقومات والأركان الأساسية والداعمة لبنية الإنسان النفسية. نعم أستاذة نور، كيف للأم أن تحسن ترتيب أولوياتها في تربية الأبناء والاهتمام بهم؟ هلا مرحبا، بدي أحكي أول إشي لازم نسأل حالنا أو تسأل حالها كأهل قديش بتعرف ابنها. فإذا كان الجواب إنه بعرفه كتير منيح، بعرفه كتير، أو إنه والله عنيد أو هيك، بدي أركز هون إنه الاهتمامات أو الأولويات بتبدأ عند المشاكل وبالنسبة لعمر الطفل. يعني بنحاول نشوف عمر الطفل المناسب، وبحيث دائما السلوك السيء أو الاهتمام بيطلع لما يطلع السلوك، بنعرف الطفل بحاجة لسلوك معين أو حاجة معينة لما يطلع سلوك سيء. فمنشوفه دائما كثير، منشوف أطفال بحاجة بصيروا يعصبوا يضربوا أو حتى ياخذوا الانتباه بطريقة سلبية، فهنا بنعرف إنه هو بحاجة لعاطفة. ودائما السلوك السيء بيطلع لما يكون الطفل بحاجة لإشي معين، سواء جذب انتباه، عاطفة، حب. فهنا بدنا نراعي إنه نسأل حالنا إنه كيف الطفل بنعرفه ولا ما بنعرفه، وبدنا نراعي عمر الطفل المناسب، وبدنا نلاحظ هنا بالأولويات إنه لما يطلع عنا سلوك سيء فيعني إحنا في عنا مشكلة معينة ناقصها للطفل، ولأنه زي ما حكيت كل المشاكل السلوكية بتطلع من الحاجة. نعم، أعود إليك يا أستاذة نورما، كيف يمكن تلبية الاحتياجات الأسرية وخاصة الأبناء مع غياب المدرسة خاصة؟ طبعا هنا نتحدث عن تعليم عن بعد وغياب المدرسة في ظل جائحة كورونا. ما في اثنين بيختلفوا انه جائحة كورونا صعبت الامور كثير على الاهل، وصار في اعباء كثير اكبر يلي هي التدريس والمتابعة، هذا من ناحية الدراسة عن بعد طبعا. وهذا الشيء بارز كان كثير بشكل واضح عند الاهالي يلي بيعانوا بالاساس بالتعليم الطبيعي مع اولادهم وبياخذوا وقت كثير، فما بالك عن بعد صار المجهود اكبر واكبر عند الاهل. وطبعا في كثير اهل وصلوا لمرحله انه هن وقفوا هذا التعليم لحتى يعني درءا لسوء العلاقه العاطفيه مع الولد، لانه صارت كثير مشحونه العلاقات وصارت كثير مضغوطه. هذا اذا بنحكي من حيث التعليم. اما من حيث الغياب المدرسي، انا هون بحب شير لنقطه كثير حلوه كثير مهمه. كلنا بنفكر المدرسه هي مصدر للدراسه للولد، إنما هي فعلياً هي بيته الثاني، هي الملجأ يلي بيروح عليه، والمجتمع الثاني يلي بينتقل فيه من مجتمع الأسري أولاً وهو ينتقل لمجتمع المدرسي ثانياً. بالتالي هذا المجتمع بشكل عنده الأشخاص الموجودين بهذا المجتمع هن الأم والأب، نحن بالمجتمع الأول، هن تم استبدالهم بالشكل الرمزي اللاواعي أكيد بالأساتذة، والإخوة تم استبدالهم كمان رمزياً باللاوعي بالرفاق، وهون بتبلش باكورة العلاقات الاجتماعية عند الولد. فبظل غياب كل هذا المجتمع وانقطاع بشكل فجائي وليس تدريجي انقطاع الولد عن المدرسة، هذا أنا برأيي أشبه للفطام، لعملية الفطام يلي بيتعرض لها الولد عند توقف عن الرضاعة، يلي هي طبعاً كله عم نحكي نحن هون باللاوعي. فما كانت سهلة أبداً، كان موضوع كتير معقد وما زالت آثاره بعد الحديث الآن هي موجودة، والأهل عم بعانوا حتى الأولاد عم بعانوا. نعم أستاذة نورما، أين يكمن دور الزوج هنا في التفاهم وتوعية الأبناء، لأن الأم في النهاية ليست امرأة خارقة؟ صحيح 100%. فعليا نحن بس نقول ابن أو أبناء، يعني بنقول أسرة، وبس نقول أسرة يعني أم وأب. مؤخرا عم ينطرح الموضوع وكأنه الأب هو شخص دخيل، أو إذا تم التعاون مع التعاضد بين الأب والأم بيكون هيدا شيء، وكأنه كدو للأم عم بيقدمه الأب،
بالوقت يلي الابوه في لها شموليه كثير كبيره، وفي مثل ما في اخلاقيات الامومه في اخلاقيات الابوه يلي هي بتحتم على الاب ادوار فعاله جدا واساسيه بالاسره. فما نفكر انه عم نقدم كادو للام بالمساعده، لا، هذا دوره الاساسي. وطبعا ما فينا كمان جانبا نزيح قد ايه هو مثال يحتذى ونموذج يحتذى بالنسبه للاطفال صغارا كانوا ام كبارا وصولا لعمر الرشد اللي هو العمر 18 او العمر 21 سنه، ان كان بدءا بعمليه التماهي او من خلال اسلوب التربوي او من خلال المصارحه واعتماد الحوار معهم. طبعا دور كثير اساسي، اولا لتخفيف العبء على الام، ثانيا لحتى فعليا هو يكون عم بيقدم نموذج سليم لتشكيل البنيه النفسيه المتوازنه، ولانه هو بشكل مصدر الامان بالنسبه لكافه افراد الاسره. فالام من ناحيتها واخلاقيات الامومه هي مصدر للحنان والعاطفه، والاب هو مرجع ومصدر للامان، كلاهما بشكله الأسرة وكلاهما بشكل النموذج وصمام الأمان لتربية وإعداد الأبناء بطريقة متوازنة وسليمة على الصعيد النفسي طبعا. نعم أستاذة نور، طيب في حال عدم وجود الزوج لسبب ما، كيف يمكن أن تتعامل الأم مع الأبناء وتحافظ على طاقتها وتكون سعيدة في نفس الوقت؟ كتير مهم، بدي أركز هون عدم لوم النفس، وكمان بدي احكي المرأة بتقدر تعطي وبتقدر الام تكون ايش ما كان، بس بنفس الوقت ما بتقدر تكون دائما الام والاب بنفس الوقت، فهي بحاجة تعطي قد ما بتقدر، بس في فراغ بتركه الاب، نعم بتركه، ما بتقدر الام تحطه، بس بدها تحط بدائل. يعني ما بزبط الطفل يشوف ما في له مثال، خاصة الأطفال الذكور هون بدي أركز، بحاجة يكون في عنده مثال يحتذى به، ويكون هاد بالنسبة للطفل خاصة بالأعمار 4 لـ5 سنين بيكون بده حدا يكون زيه، ذكر رجل يحتذى به، يعني يمشي على مثاله. فهي بحاجة إنها تحط له هذا الأيدل، بسواء خال، عم، أخو أكبر أو أي حدا يمشي عليه. بنفس الوقت ما بدها تلوم نفسها وتحس حالها، دائما عندنا خاصة بالمجتمع العربي بتحس حالها دائما مقصرة، دائما عندها بتلوم نفسها إنه أنا مرأة عاملة، مرأة بدون رجل، مرأة بدون أي ظرف من الظروف. فهي تقنع حالها وتكون عاملة خطة إنه هي ما بتقدر تغطي دور الأب، بس بنفس الوقت ما بنقدر نلغيه، يعني بدها تحاول تعوض هذا الإشي بمثال لأطفالها. نعم أستاذة نورما، الأم تصل في بعض الأحيان بسبب الضغوط إلى تحميل مسؤولية العائلة لتضحياتها بالابتزاز العاطفي من قبيل أنا أشتغل لأجلكم مثلا، فكيف تفسرين ذلك؟ لا شك المرأة العاملة تكون منهكة نفسا وجسدا طبعا، بس هون أكثر شيء بيبرز هذا الوضع وممكن تتوصل للابتزاز العاطفي مع أفراد الأسرة فيما لو تعذر الأب عن تحمل مسؤولياته والقيام بمهامه المنوطة إليه والمطلوب أنه هو يكون عم بيواكب أفراد الأسرة فيها. طبيعي ساعتها بده يصير الحمل والعبء والمسؤولية على عاتق المرأة، وهذا الشيء حيشكل لها ضغط، والضغط رح يترجم بتعبيرات سلبية وصولاً للابتزاز العاطفي طبعاً. وهذا الشيء رح كمان بدوره من جانب آخر يحسسها بمشاعر الذنب، إنها هي من بعد ما تعبر بطريقة سلبية لأولادها هي رح ترجع تحس بالذنب والإحباط، وبالتالي ممكن تفوت بدوامة الاكتئاب. من هون أهمية التعاضد بين الأب والأم. طبعا عم نحكي نحن بالحالات القاعده العامه، اكيد في حالات استثنائيه مثل ما تفضلت، وممكن باضطرار السفر او باضطرار الوفاه او حيلا سبب من الاسباب اللي هو خارج اراده الانسان، انما بالوضع الطبيعي هذا اللي مفروض هو بيكون لحتى عن جد المراه تقدر تعيش امومتها وتستمتع فيها. لانه يمكن الكادر الاجمالي بشوف انه الامومه هي شيء كثير صعب وشيء كثير معقد، بالعكس الأمومة هي متعة، الأمومة هي نعمة، فرجاء ما نحولها لنقمة من وراء تفاصيل نحن قادرين نتغاضى عنها بشكل مدروس. طبعا هون كتير مهم كمان نشير لأهمية إدارة الوقت عند المرأة وترتيب أولوياتها إن كان تجاه نفسها وتجاه أبنائها.
كمان بدي أشير لنقطة كتير أنا بسمعها عند الأمات، إنه بينسوا حالهم تحت اللي يهتموا بولادهم، وهيدا الشيء بيعتبروه هو أكيد تضحية كتير كبيرة، بس هذا منه سليم ومنه صحي. أنا هون بنصح كل الأمات، اهتمي بنفسك أولاً حتى تقدر تهتمي وتعطي الاهتمام للآخر يلي هن أبنائك وزوجك وأفراد الأسرة، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. نحن مش مرتاحين ما حنكون عم نقدم رياحة، فخلينا احنا نكون مرتاحين، نحبهم بطريقة مغايرة، بدل ما نحبهم ان احنا نزيح حالنا جانبا ونضحي، خلينا نحبهم من خلال اهتمامنا بذواتنا اولا تنقدر نوصل لهم ثانيا. نعم، شكرا جزيلا لكما نورمان بيطار معالجة نفسية كنت معنا من بيروت، ونور المصري أخصائية تربية إيجابية كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لكما. إذن يتداخل العمل مع الأمومة بين الاضطرار والاختيار، فلا ينبغي الإفراط في هذا ولا يجب التفريط في تلك، مهما تقلصت مساحة المهام تظل دائما حاجة أبنائنا إلينا كحاجتنا إلى الوظيفة وأكثر. نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي نتمنى لكم أياما تبدأ وتنتهي على خير ما تحبون. دمتم في أمان الله.